السلام عليكم. بقى أصبح في برومت هيرو، في بطل بيفكر في الكلمات اللي من خلالها الكمبيوتر يولد لك الصور. فده محرك بحث اسمه برومت هيرو، بيدور لك على الصور اللي الناس استخدمتها وتقدر ان انت تكتب زيها او تقدر ان انت تسخن. على سبيل المثال خلينا ندور في الاركتكتشر، فبدأ يجيب لك اهوت. تمام، تقدر تدوس على اي صورة عشان تعرف ايه الكلمة اللي كتبها عشان تطلع له الصورة ديت. انا كتب مثلا عايز انتيريو ديزاين، اوبن بلان، كيتشن اند ليفينج روم، وهكذا. فتقدر ان انت تاخدها كوبي وتقدر ان انت تعدل فيها لو انت حابب. تمام، وتقدر ان انت تغير في الويتس والهاي والسكيلز والستيب، وتقول له انا عايز اعمل جنريت للايمج. تمام، فهو هيبدا يولد لك الصوره، او بيقول لك اكتب الايميل عشان يبقى لك حساب. طيب خلينا نرجع للموقع الاول. اصلا هنا هاجي هنا تقدر تقول له مثلا انا بدور على مثلا صور خاصه بايجيبت او خاصه مثلا باي حاجه انت عايزها. تمام، هو بقى يوريك شويه صور، دي ناس عملت كريات للصور، وتقدر ان انت تخش وتاخد منها الكلمات اللي هم دوروا عليها. تمام، انوبلس في البادي وهكذا. شكل الموضوع فعلا دخل في الجد يعني. ممكن صور مثلا للانمي، في الفود والبيبر 3D. الجرافيك ديزاين